السلام عليكم ورحمة الله. الشباب كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. في هذا الفيديو هذا غادي يكون واحد التمرين خفيف ظريف، غادي نحاولوا نرجعوا للدروس ديال الدورة الاولى. غادي يكون عندنا واحد التمرين ديال المتتالية بدلالة تكامل، يعني نحاولوا نديروا واحد الميكس بين الدورة الاولى مع الدورة الثانية. دونك هنا عندنا واحد المتتالية متعرفة بهذا التكامل هذا، يو ان كتساوي التكامل الانتغرال من زيرو حتى واحد ديال واحد على واحد زائد تي اس ان دي تي كيلكو سوا ان ابارتيان دو ان. مزيان، اشنو قال لي في السؤال الاول؟ كيف العاده الاسئله عاديين، مونتري كو يو ان كرواسون، تبين ان المتتاليه تزايديه. دونك غادي نحاول نطبق القواعد اللي تعلمنا في المتتاليات، كيفاش كنخرجوا واحد المتتاليه تزايديه ولا تناقصيه. غادي نذكرك بالقاعده هي هذه. دونك لا فورمول اللي غادي نخدموا بها هنايا هي يو ان زائد واحد ناقص واحد، هذه هي يعني القاعدة اللي كنخدم بها في لاموطون ديال المتتالية. إذا كان هذا فرق هذا موجب سبب جغال يو ان تزايدية، كان الفرق السالب راه يو ان تناقصية. داكشي اللي غادي ندير هنايا، دونك لدينا اون يو ان زائد واحد ناقص يو ان تتساوي، دونك يو ان زائد واحد، ما عنديش انا يو ان زائد واحد، عندي غير يو ان، يعني عاد ندير التكامل بيد نزيد واحد هنايا ونعاود نقص منه نفسه ونشوف اش بيخرج ليا. دونك بيو عندي التكامل من زيرو حتى لواحد ديال واحد على واحد زائد تي اس ان زائد واحد، هنا راه بيت نزيدو واحد حدا ان، يعني بيو نديرو ان زائد واحد دي تي ناقص التكامل من زيرو حتى الواحد ديال واحد على واحد زائد تي اس ان دي تي. دونك فاش كيكون عندنا واحد التكامل واحد الانتغرال، يعني في البلوس ولا الموان، يمكن لي نجمعهم في انتغرال واحد، يعني بيولي عندي الانتغرال من زيرو حتى الواحد ديال واحد على واحد زائد تي اس ان زائد واحد ناقص واحد على واحد زائد تي اس ان دي تي. ياك نحاول نجمع هاد التعبير هذا، يعني نوحد له المقامات. دونك المقام موحد عندي في هذه الحاله هذه هو واحد زائد تي اس ان، واحد زائد تي اس ان زائد واحد عامل لواحد زائد تي اس ان. مزيان، بغيت ندير واحد في هذا التعبير هذا، يعني واحد مضروبه في واحد زائد ان اس تي، تي اس ان عفوا هي واحد زائد تي اس ان ناقص واحد في هذا التعبير هذا، اللي هي ناقص واحد ناقص تي اس ان زائد واحد دي تي، تكامل من زيرو حتى لواحد. مزيان، دونك الفوق عندنا واحد الحساب، اشنو عندي الفوق؟ عندي بيتختز ليا واحد مع ناقص واحد، بيولي عندي تي اس ان ناقص تي اس ان زائد واحد على التعبير هذا دي تي، بيولي عندي تكامل من زيرو حتى لواحد ديال تي اس ان ناقص تي اس ان زائد واحد على واحد زائد تي اس ان زائد واحد عامل لواحد زائد تي اس ان، وما ننساش دي تي. مزيان، شوف معايا هنايا اشنو غادي ندير، غادي نحاول نعمل بالتي اس ان، حيتاش تي اس ان كاينه هنايا وكاينه حتى هنايا، حيتاش هاد القضيه هادي ديال الدرس ديال القوى. فاش كتكون عندنا نعم سيدي واحد ا اس ان ا اس ان زائد ام، راه يمكن لي نكتبها هي ا اس ان مضروبه في ا اس ام، يعني داكشي ديال القوى. داكشي اللي غادي ندير لها غادي نفكها ونعمل بالتي اس ان. دونك التكامل من زيرو حتى لواحد هاي باش نعمل باش بها نعملو بالتي اس ان، هاي تي اس ان عامل. دونك هنايا خرجنا بقى عندنا واحد ناقص تي، هادشي كامل مقسم على واحد زائد تي اس ان زائد واحد عامل لي واحد زائد تي اس ان، وما ننساش دي تي. مزيان، دابا هاد الفرق هذا اللي خرجناه هنايا خاصنا نبينو اما موجب ولا سالب، ولكن واشنو قال لي فرض عليا بين ان الدال المتتاليه عفوا كخواسون تزايديه، يعني اش هاد الفرق هذا كامل موجب. شوف معايا هنايا هاد ان ابارتيان دو ان، مزيان هاد تي في المحصوره بلانتيرفال 0 1، يعني هاد تي اس ان راه موجبه والمقام موجب، بقى لي حاجه وحده ندرس ليه الاشارات ديال واحد زائد تي عفوا
تكون واحد ناقص تي، وبالاحرى نبين انها موجبه في الانترفال 0 1. دونك اول حاجه غادي نبدا بها، اما غادي تمشي دير يعني تحل هذيك المعادله اللي هو 1 زائد تي في 0 1، ولا تمشي دير لونكادغومون. اشنو بغيت نعترف ان تي محصوره بين 0 واحد، ولكن انت شنو عندك؟ عندك واحد ناقص تي، يلي هذه تي ضربتيها في ناقص ومن بعد زدتي عليها واحد، بتولي واحد ناقص تي اكبر من صفر، بتولي عندي هنايا واحد ناقص تي راه اكبر من صفر. ما بانت لكش نعم اسيدي هكا، يمكن لك دير واحد ناقص تي كتساوي زيرو، دونك تي كتنعدم في واحد، وشوف المجال من زيرو واحد بتلقاها موجبه. صافي نعم اسيدي اتفقنا على القضيه هذه، ما بغيتيش دير الطريقه ديال التعطير هانيه. دونك بينا ان هذا التعبير هذا موجب، وحتى هذا التعبير اللي كاين يعني في المقام وهذا تي اس ان حتى هي مكتب لي انها موجبه. دونك قلنا دونك تي اس ان مقسم على واحد زائد تي أس إن زائد واحد عامل لواحد زائد تي أس إن، هادشي كامل راه أكبر من صفر. إلا كان هذا موجب وضربناه فهذا موجب، كيعني هاد التعبير كاملو موجب. إذن دونك تكامل من زيرو حتى الواحد ديال تي أس إن عامل لواحد ناقص تي مقسم على واحد زائد تي أس إن زائد واحد عامل لواحد زائد تي أس إن كبر من صفر، دي إكس دي تي عفوا كبر من زيرو. وشكون هو هذا؟ هذا التعبير هذا راه هو ديال يو إن، حيتاش التكامل هذا كامل هو ديال يو إن، يعني بغينا نكتبو هذا كيساوي لينا يو إن تكامل ديال زيرو حتى الواحد ديال يو إن زائد واحد ناقص بي ان دي تي راه اكبر من صفر، وبالتالي يو ان متتاليه تزايديه يعني يو ان كرواسونت. وبهذا غادي نكونوا جاوبنا على السؤال الاول. ندوزو للسؤال الثاني. بالنسبة للسؤال الثاني قال لي نعم سيدي بين ان يو ان محصورة بين واحد على جوج وواحد لكل ان من ان. دونك اول حاجة غادي نجي نكتب السؤال ديالي هنايا، بين ان يو ان محصورة بين واحد على جوج وواحد لكل ان من ان مونتريكو. دونك اول حاجه غادي نبدا بها يعني غادي نحاول ندير التاطير ديال يو ان. يو ان شنو كتساوي؟ يعني معروفه بهذا التعبير هذا، واحد على واحد زائد تي ديال اس ان دي تي يعني الانتغرال. اول حاجه هاد يو ان نحاول اش ندير ليها لونكادغومون ديال هذا التعبير. كنعرف ان هاد تي هادي محصوره بين زيرو وواحد، لدينا تي محصوره بين صفر وواحد مزيان، يعني بغيت ندير اس ان كيلكو سوا تي ابارتيان لانترفال 0 1. هاد 0 1 منين جبناها هو اللي عندنا في الانتغرال من 0 حتى 1. صافي دونك اول حاجه بغيت نرفع اس ان وبغيت نزيدها 1، يعني الا كان عندنا تي محصوره بين 0 و 1 فان تي اس ان راه تي محصوره بين 0 و 1 لكل تي ابارتيان انترفال 0 1. من بعد بغيت نزيد واحد هنايا، يعني بيولي عندي واحد زائد تي اس ان محصوره بين 0 زائد واحد هي واحد، واحد زائد واحد هي جوج. مزيان، ولكن هاد واحد زائد تي اس ان فين كاين؟ نعم اسيدي راه كاين في المقام. بغيت ندير لانفيرس ديال هاد التعبير، بيولي واحد مقسوم على واحد زائد تي اس ان. يعني ورد ليا البال نعم اسيدي هنايا فاش كنديرو لانفيرس هادو كيتقلبوا بتولي واحد على جوج وهنايا واحد على واحد اللي هي واحد. من بعد اش بغيت ندير؟ بغيت ندخل لانتيغرال، حيتاش هاد واحد على واحد زائد تي اس ان فيها التكامل، يعني بغيت ندخل لانتيغرال هنايا وندخل لانتيغرال هنايا، بيولي عندي لانتيغرال هنا ولانتيغرال هنا ولانتيغرال هنايا ديال اش؟ ديال واحد على جوج اصغر من لانتيغرال ديال واحد على واحد زائد تي اس ان، وهنايا لانتيغرال ديال واحد. هنايا ما ننساش دي تي وما ننساش هنايا دي تي وهنايا دي تي.
ونخلي هذاك الرمز ديال اصغر. هنا عندنا اصغر او يساوي، او ثاني هنا عندنا اصغر او يساوي. مزيان، هذا التكامل بالنسبه لي بوغن. دونك عندنا من 0 لواحد، 0 لواحد، 0 لواحد. مزيان، دونك هاد لانتيغرال اللي كاين الوسط اشنو كيمثل ليا؟ كيمثل ليا يو ان، يعني هاد التعبير بيتنعوضو بيو ان هاي. ولكن هاد الشيء هذا بيتمشي نحيد التكامل ونعوضو بالداله الاصليه. اشنو هو التكامل ديال 1 على 2 اللي هي 1 على 2 اكس؟ يعني بينا نكتبو هنايا 1 سور 2 اكس، 1 سور 2 اكس، وما ننساش المعقوفه من 0 حتى الواحد. كذلك هنايا اشنو هو التكامل ديال واحد، الاصليه ديال واحد اللي هي اكس، من اش من 0 حتى الواحد. يلا نعوض هنا واحد وننقص منها صفر، 1 على 2 في 1 اللي هي 1 على 2 ناقص 1 على 2 في صفر اللي هي 1 على 2، صار من اش يو ان اصغر او يساوي. كذلك اكس عوضها بواحد هي واحد ونقص منها صفر اللي هي واحد. اشنو لقيتي نتايا؟ يو ان محصوره بين واحد وجوج. اشنو قال لك في السؤال؟ بين ان يو ان محصوره بين واحد وجوج. وبهذا نفس النتيجه اللي مطلوبه مني هي اللي لقينا. وبهذا نعم سيدي غادي نكونوا كملنا هذا التمرين خفيف ظريف. كان معكم الاستاذ يوسف، نتمنى الشرح ديال هذا التمرين يكون في المستوى. ما تنساش تخلي واحد لايك وتخلي واحد كومونتير زوين وبارطاجي هذه المعلومه مع اصحابك. اللهم يستر.